حبيبة قلبي. بتحبني يا مراد؟ ايه السؤال ده؟ لو ما كنتش احب اجمل ورق ست في الدنيا احب مين؟ لا اقصد يعني بتحبني زي زمان؟ فاكر كنت بتعمل ايه عشان تشوفني؟ فاكر كنت بتقف قدام الفيلا طول الليل والدنيا تمطر عليك؟ واياميه ما كانش فيه موبايلات ولا حتى عندي تليفون في البيت ولا كنا اتجوزنا لسه، بس كنت اعمل اي حاجه علشانك. طب وموضوع الاطفال؟ ماله؟ مش هيجي عليك يوم تلوم نفسك ان احنا ما عندناش ولاد؟ لا يا حبيبي، انا ما بفكرش في الموضوع ده خالص. انت بالنسبه لي مراتي وحبيبتي وبنتي وانا مبسوط معاكي. ربنا ما يحرمنيش منك. طب ايه رايك نخرج النهارده نتعشى سوا؟ انت وحشني قوي. خساره يا حبيبتي، مش هينفع، لسه متفق مع الراجل بتاع الصيانه هقابله الساعه 7. وده ما يتاجلش؟ للاسف الراجل مسافر بكره ولازم اقعد اتفق معاه. بس ما تجهزي نفسك انت وعدي عليكي نتعشى بره ونسهر لغايه الصبح كمان. ان كان كده ماشي، بس اوعى تنسى نفسك كالعاده زي ما بتعمل، هزعل. الو، مساء الخير يا استاذ مراد. مساء الخير يا ليلى، انا ازعجتك؟ لا خالص، ده حضرتك تتكلم في اي وقت. طب ما دام كده بقى وراكي ايه الساعه 7 النهارده؟ ليلى انت معايا؟ بصراحه مش عارفه، اصل ماما كنت خارجه معاها في مشوار عائلي كده، ومش عارفه كمان هيخلص امتى. طب خلاص هشوفك يوم الاحد. طب استاذ مراد مش هتقولي فيه ايه؟ صوتك متضايق الدرجه دي باين عليا؟ طبعا دي عشره، ده انا لازم افهم حضرتك حتى ولو من صوتك. وصوتي بيقول اني متضايق؟ ايوه متضايق، ومتضايق قوي كمان. طول عمرك بتفهميني. طب انا كده قلقت بجد. مش هينفع في التليفون، انا فكرت اكلمك وقابلك نتعشى سوا ونتكلم براحتك. بس خلاص مره ثانيه. لا انا ممكن اخر المشوار ده خالص بصراحه، بقى دمه تقيل قوي على قلبي، وان بدري بفكر اخلص منه ازاي ومش عارفه. هتقولي لهم ان انت نازله معايا؟ انا خايف ده يعمل لك مشكله. لا حضرتك ما تقلقش، انا هتصرف. يعني اتفقنا؟ اكيد، انت عارف ان انا ما اقدرش اتاخر عن حضرتك ابدا. طب ممكن حضرتك ما تتاخرش عليا؟ مش عايزه اقف في الشارع لوحدي كتير. اوكي سلام. باي. مساء الخير. مساء النور. انا اسف اتاخرت عليك. لا ولا يهم. ما كنتش اعرف ان انت حلوه كده بره الشغل. اهو بحاول اغير. لا بجد يا بخت خطيبك بيكي. لازم تعيبي على السيره دي. حاضر. لا خالص، ولا هيعرف يتنفس بعد كده. طبعا كان لازم اعمل كده. وعلى راي سميره البنت اللي بتعملي بيديكيور، بحط النار جنب البنزين وارجع اقول الحقوني حصلت حريقه. وحياتك كل تفصيله هتبقى عندي اول باول. والله لو انا غلطانه خير وبركه، انما لو شكوكي في محلها يبقى هو اللي جابه لنفسه. انا ظلماه ليه؟ هو انا كنت اتهمته بحاجه؟ انا بس بحافظ على جوزي. معاكي حق، كل شيء وارد. يلا بكره نعرف ونشوف. المهم قوليلي مسافره ولا لا؟ طب تجيبي لي معاكي شويه حاجات؟ ايه قلقانه من حاجه؟ لا خالص، المكان حلو قوي. انا دايما باجي هنا لما بعوز احس اني لوحدي، وعلى طبيعتي. قصدك انك حاسس دلوقتي انك لوحدك؟ حاسس اني شايف المكان اجمل بكتير من قبل كده. يا سلام، ليه يعني؟ شوف انت بقى ايه اللي اتغير. واضح اني مش لوحدي، اللي ببقى حاجه تانية خالص بره الشغل. ممكن كمان بلاش كلام عن الشغل. ممكن لما نبقى بره الشغل ومع بعض. بلاش حضرتك دي. ممكن لما نبقى بره الشغل. هو حضرتك قصدي يعني واحنا نتقابل تاني؟ يضايقك؟ بالعكس، قصدي يعني احنا ممكن نقرب لبعض اكتر كأصدقاء يعني. ما قلتليش بقى،
نتصرف ازاي في اللي قلتلك عليه؟ ما قلتليش كمان انت موافقه تساعديني وتبقي جنبي ولا لا؟ انت عارف ان انا ما اقدرش اتاخر عنك ابدا. يعني هتساعديني اخد حقي من ايناس؟ اكيد. هتبقي معايا في الشركه اللي ناوي اعملها؟ انا معاك لاخر العمر. انا كنت عارف ان انت مش هتتخلي عني.